أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. نحن الآن متواجدون في السوق المركزي للمدينة لرصد الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، إذ سنقابل تجار ومواطنين للحديث عن وضع المدينة بشكل عام وكيف هي الحركة الاقتصادية. معنا هنا أحد التجار، يعطيك العافية. يجزيك عافية. كيف شايف الوضع الاقتصادي في مدينة الخليل؟ الوضع الاقتصادي في مدينة الخليل زي ما بدك، يعني انت اليوم البضاعة رخيصة بكره بدك تاخذها اغلى، كل شيء طلع سعره، الطحين سعر، كل شيء طلع، كل شيء. يعني الخيار اليوم هيو 35 علي، امبارح كان ب 70، اليوم 35. بكره ما دول التجار بصير التجار هم اللي بيطلعوا البضاعة سعرها، مش احنا، هم اللي بيطلعوا سعرها. يعني اليوم البندورة رحت انضف كرتونة بندورة 35 شيك، انضف كرتونة عن اي. تيجي بكره بالشتاء بكم بصير ب 50 وب 60. طيب كيف شايف الإقبال على شراء الحاجيات الأساسية بشكل عام؟ يعني مثلا زي إيش؟ يعني الحاجيات، المشتريات، الخضار، الفواكه، المواد الغذائية. ما الفواكه بيقدر يلها الواحد، بس المعوش بيشتريش والمعاه بيشتري. يعني صار المعوش يضل قاعد بداره بدل ما يشتغل، والمعاه بيشتري بده إياه زي ما بدك، زي أول وضع. الوضع بس الوضع يعني ساء بعد جائحة كورونا. وضع الكورونا ساء، وساعه بقول لك جايين بعد واحد بقول لك في تسكير كامل، هاي الاغلاقات طبعا بتاثر بشكل عام على المواطنين على كل شيء. يعني موظف، انت موظف بتاخذ معاشك، فيش معاش، معك بتشتري معاشك، معكش بتشتريش، تروح تتداين بنفس الوقت. شكرا. شكرا لك. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، هذا احد التجار يشتكي من سوء الاوضاع الاقتصاديه التي تخيم على مدينه الخليل، ويقول بان الاوضاع الاقتصاديه ليست كما كانت في السابق، ويعني هناك تراجع في الحركة الشرائية. أريد أن أشير مشاهدينا الكرام بأن الاحتلال قبل 3 أيام منع دخول المواطنين الفلسطينيين من سكان مناطق 48 إلى مدن الضفة الغربية، وطبعا هذه المدن بشكل عام كانت تعتمد على هؤلاء بشكل كبير لبيع البضائع. نعم، كما تشاهدون هناك في البضاعة، لكن لا يوجد حركة تجارية كالمطلوب. معنا هنا أحد التجار، يعطيك العافية. السلام على رزقك العافية. صباح الخير. يعني أنت تتواجد بشكل يومي في هذا السوق، لو تحدثنا كيف الحركة التجارية، كيف الحركة الشرائية لدى المواطنين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نصب على المشاهدين والمشاهدات، ونصب على وطننا الجميل، ومن باقي صار أخونا ماهر المتكلم. نعم، دعني أتحدث عن الوضع الاقتصادي. يعني بدخل معه، والله الوضع سيء. أول شيء الحمد لله، دائما ما بنقول دائما الحمد لله، لكن الوضع سيء. يعني أنا 20 سنة هون في السوق، هذه السنة ما مرت. طيب بعد ما الاحتلال منع يعني المواطنين سكان المناطق 48 الفلسطينية 48 من الدخول للضفة الغربية، هل تأثرتم أنتم في الخليل؟ طبعا. يعني كان إحنا بننتظر يوم السبت والأحد، خاصة السبت. هذا يعني كان لنا يوم مميز، كان يوم مميز يوم سهل. لكن عدم دخول ال 48 اثر، يعني خلينا نقول نص كميه او الشراء، اذا مش اكثر، لانه كانوا يجوا بيحملوا، لانه عندهم الاشي غالي وعندنا هون بالنسبه لهم الاشي رخيص. فيعني احنا مش عارف بين المطرقه والسنديال، من هون ومن هون. يعني هذه كورونا جابتنا الارض. يعني بالإضافة إلى جائحة كورونا وما تركته، منع دخول مواطني 48 أدى إلى تراجع الحركة بشكل أكبر. طبعا أثر كثير. يعني كان باص مش عندنا جامعة الخليل، كان باص، يعني كان أصلا منطقة جامعة الخليل، أنا ساكن منطقة جامعة الخليل، في دكاكين ومطاعم وكل هذا أصلا، يعني هذه المنطقة غير صفر صارت. كان يجي 30 و40 باص على جامعة الخليل، 20 باص. فهذا أثر بشكل كبير، وطبعا كمان نص المعاش وغير كل هذا يتراكم على المواطن طبعا. شكرا. شكرا لك. إذا هذا المواطن يؤكد بأن عدم دخول فلسطيني 48 إلى مناطق الضفة الغربية أدى إلى تراجع الحركة التجارية بشكل كبير. معنا أحد التجار، يعطيك العافية. الله يزيدك عافية، يسعد صباحك. كيف شايف الحركة التجارية في المدينة؟ والله الحمد لله منونسة، الحمد لله رب العالمين. من أدم أسوأ لأسوأ. ليش؟ شو الأسباب الرئيسية؟ كورونا معاشات، نزلوا معاشات نقيم الكورونا، الأمور إن شاء الله بترجع لطبيعتها. طيب عدم دخول المواطنين 48 لمناطق الضفة الغربية بقرار إسرائيلي، كيف أثر عليكم؟ بيأثر علينا إشي كتير.
لانه احنا تقريبا اغلبيه الاعتماد في الاسواق عندنا على 48 والغربيه وتعون السبع، هم يعني اللي بيحركوا في السوق بزياده. عدم دخولهم يعني شلل الحركه بشكل كبير. نعم صحيح 100%. نعم شكرا شكرا لك. وهذا ايضا تاجر اخر، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. كيف شايف الإقبال الناس على شراء الحاجيات في سوق مدينة الخليل؟ والله الحمد لله رب العالمين بيشتروا يعني، بس مش زي ما بدك يعني الحمد لله. يعني ماشي الحركة عندكم الحمد ولا؟ الحمد لله رب زي العمى يعني الحمد لله. شكرا شكرا لك الله يعطيك العافية. إذا بشكل عام هناك عدم رضا من قبل التجار، يعطيك العافية. أنت كتاجر في وسط مدينة الخليل كيف شايف الإقبال، كيف شايف الحركة التجارية؟ الله يكون بالعون. أوضاع الناس مع كورونا يا عم والله تخربطت شوي. طيب عدم دخول مناطق 48 بقرار إسرائيلي إلى أسواق الضفة الغربية كيف أثر عليكم؟ ما أثرش أول إشي، ونزلوا يعني يوم السبت إجوا، ما فيش هذا القرار منه إطلاقا يعني، لأنه نزلوا يوم السبت البدو ونزلوا 48. يعني كان هناك قرار إسرائيلي بعدم دخولهم، ومن يدخل إلى مناطق الضفة سيتعرض طبعا إلى الحجر لمدة 14 يوما. ما فيش اي مشكله يعني عندنا يعني بينوا نزلوا عادي يعني يوم السبت. بس منعهم راح ياثر اكيد على السوق. طبعا راح ياثر على السوق. يعني انتم بتعتمدوا عليهم كتجار؟ والله هو الرزق على رب العالمين يعني، ما بنعتمدش على حدا، ربنا ما بنساش حدا، بس بيسوي حركه في البلد. بس بتمنى من رئيس البلديه انه ينظم البلد، البلد القديم تطلع البسطات على مؤاخذه، والبسطات في الشارع فيش ولا حرمه بتعرف تعدي من الشارع يعني، نظموا البلد، ينزلوا سيارات. انت مع تنظيم الوضع اكثر، وبالتالي ممكن ان يؤثر على حركه. دمرت يا اخي البلد القديم، تدمرت، نزلوا سيارات القرى، نزلوا سيارات بين نعيم سعير، بتصير حركه، نظموا البسطات، يقيموا البسطات، بتصير البلد فيها نعنش عدم مؤاخذه يعني، عشان الكلمه البلد صارت فوق من باب ازاي فوق، وانت بتعرف بتلاحظ هذا الحكي. وان شاء الله يا رب خير، احنا نتمنى من رئيس البلديه انهم ينظموا هالبلد ويظبطوا هالامور، بس مش اكثر. نتمنى صوتك يوصل ان شاء الله لكل المسؤولين، وان يتم تنظيم الامور اكثر في مدينه الخليل. حقيقه هناك يعني حاله من الاستياء لدى التجار بشكل كبير من الوضع الاقتصادي السائد في مدينة الخليل. نحن نتحدث عن تراجع ملحوظ في عدد المواطنين الذين يزورون الأسواق، وتقتصر حاجياتهم ما يشترونه على فقط الحاجات الأساسية بسبب تراجع الوضع الاقتصادي لديهم. نحن نتحدث عن تأخر في رواتب الموظفين الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، وبالتالي تتأثر الأسواق بتأثر هؤلاء وبتأخر رواتبهم. كما تشاهدون بأن الأعداد قليلة في سوق مدينة الخليل مقارنة بالأيام الماضية. معنا هنا أحد التجار، الله يعطيك العافية. حي الله، أهلا وسهلا. احكي لنا كيف شايف وضع السوق، وأنت أحد تجار المدينة، كيف وضع السوق، كيف حجم الإقبال على الشراء؟ والله إحنا كبداية موسم يعني في السوق الإقبال مش هذاك القوة، إقبال ضعيف جدا يعني، وإن شاء الله نتمنى الأيام الجاية تكون كويسة ومنيحة إن شاء الله. طيب شو سبب هذا الضعف في الإقبال زي ما أنت بتحكي، رغم أن إحنا في بداية موسم جديد المفروض فيه يعني إقبال على شراء الحاجيات الشتوية؟ والله في عدة أسباب، السبب الأول اللي هي كورونا، السبب الثاني الموظفين والرواتب والأزمة اللي صارت يعني هاي. طيب عدم دخول فلسطيني 48 إلى مناطق الضفة الغربية بقرار إسرائيلي، هل يؤثر عليكم كتجار؟ راح يأثر، بس مش هذاك التأثير يعني، التأثير راح يكون خفيف جدا يعني، يعني هم لهم يومين في الأسبوع، يوم سبت أظني ويوم أحد أو هيك يعني، بس يعني مش هذاك التأثير يعني راح يكون يعني. على قطاعات ربما الملابس، ممكن على قطاعات أخرى يكون في تأثير. ممكن، احتمال كتير هذا يعني يكون. نعم. شكرا لك يا بعلي، شكرا. إذن مستمرون معكم مشاهدينا الكرام من وسط مدينة الخليل من السوق المركزي على وجه التحديد. حقيقة هناك يعني حالة من الاستياء وعدم رضا لدى التجار من الوضع القائم، يعزون ذلك طبعا إلى عدد من الأسباب، منها جائحة كورونا، السماح لمواطني 48 دخول الضفة الغربية، وهذا بالطبع يؤكد عليهم بشكل كبير. معنا هنا أحد المواطنين، الله يعطيك العافية. زيدك عيفك. كيف شايف وضع السوق، سوق مدينة الخليل؟ والله سوق مدينة الخليل في أزمة كورونا تراجع كثير، الوضع الاقتصادي بالأساس كان مدهور، بس في ظل كورونا دمرت الاقتصاد كليا. فهمت علي؟ لو تحكي لنا أنت كمواطن في مدينة الخليل، شو الأشياء اللي بتركز عليها في مشترياتك في ظل الوضع الصعب اللي بيعيشه الناس؟ الأكل، الحاجات الأساسية. الحاجات الأساسية يعني من الأكل، من للحاجات الأساسية
الأطفال عندي مثلا بدهم حليب، فهمت علي، لحوم خفيف يعني. كنا نشتري أول كنا نطبخ في الأسبوع كل يوم بعد يوم، مرة واحدة صرنا نطبخ في الأسبوع. بعد اقتصادي منهار، بعدين الوضع الاقتصادي بظل المسار تعون السلطة الوطنية، مقاصات تأخر الرواتب بشكل عام، بشكل عام، والمقاصة برضو تلعب دور كبير، المقاصة التي تؤثر وتؤدي إلى تأخير الرواتب. مزبوط. يعني عندك اللي كنا نعتمد أول على العمال، فهمت علي، أسرنا على الموظفين. الموظف لما ياخذ 1500 ولا 1200 شيكل صار نص راتب ولا ربع راتب، صار يعطوه بالقطارة، بيجي خمسة شهر فيش مصاري معي، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى من شيكات و كثير كثير التزامات الناس عليها. وبعدين عندك الأشياء، يعني الخضرة غالية، عندك أشياء غالية نزلت على السوق، فهمت علي، يعني بتأثر. إحنا اعتمدنا قبل فترة، كانوا يجونا عرب إسرائيل، هم إخواننا يعني، بضلوا بيجوا علينا بيدعموا السوق يوم سبت، بصير الوضع كويس، بس أربعة أيام في الشهر بيجوا، بنصير انتشار للشغل والحركة، بس الناس ما بيقضي، فيش كفاية. هاي لما شافوهم صار ينزلوا على الضفة، صار يمنعهم بحجة كورونا، فهمت علي. يعني السبت اللي عدى ما يجوا نسبة كبيرة زي ما كانت تجي أول، يعني مستوى الضفة كلها يعني على الخليل برضه. التجار بيعتمدوا على هذول يعني الفلسطينيين 48 بيعتمدوا عليهم؟ بيعتمدوا عليهم لأنهم هم بيجيبوا بيضخوا، يعني لما يجي لك بيجوا ناس بيشتروا كل الأغراض من الخليل، يعني عندهم الملابس والأكل عندهم غالي، أغلى من هوني. أنا لما يكون عندي الوضع السلعة رخيصة بلحقها وين ما بدي، فهمت علي؟ طبعا كان في دعوات من الداخل المحتل قبل سنوات لقدوم سكان 48 لشراء من الأسواق الفلسطينية لدعم الاقتصاد الفلسطيني. هذا إشي كان رائع وممتاز، وإحنا حتى الآن يعني بنناشدهم برضه يجوا على الضفة ياخذوا من أهلنا من الخليل، يعني ومن أي من الخليل وطول كرم كل الضفة المحتلة، يعني يجوا عليهم أهلنا العرب 48، لأنه بعزز الشراكة، بعزز الانتماء الفلسطيني الفلسطيني، فهمت علي؟ يعني مش قول أنا عرب إسرائيل عرب ما خلص لك مش تاني، لا، ظلوا نفس إيش؟ نفس اللحمة. شكرا، شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، هذا هو وضع سوق مدينة الخليل. حقيقة هناك عدم رضا من قبل التجار والمواطنين على الوضع القائم، ويعزون ذلك إلى أسباب عديدة، منها تأخر رواتب الموظفين، وكذلك منع فلسطيني 48 من دخول الأسواق الفلسطينية، مع العلم بأن التجار يعتمدون على هذه الشريحة بشكل كبير، وهم كانوا يدعمون السوق الفلسطيني. هناك أيضا تأخر في الرواتب، رواتب الموظفين الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، وبالتالي كل هذه الأسباب بالإضافة إلى جائحة كورونا والإغلاقات المتتالية التي كانت خلال الفترة السابقة لعبت دورا كبيرا في تراجع السوق الفلسطيني، مع العلم بأن مدينة الخليل يطلق عليها العاصمة الاقتصادية لكثرة المصانع والمحلات التجارية فيها، إلا أن الوضع فيها يعني تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وهناك بعض المحلات أغلقت أبوابها بسبب عدم تمكنها من تسديد ما يترتب عليها من الالتزامات. شكرا لكم على طيب المتابعة.